حقيقة كل هذه خمسة غلوة عن القضاء خلي قصت عليه سي العجمي. السيد رفيق عبد السلام قال بأنه المنزل اللي يسكن فيه راشد الغنوشي اليوم سيد راشد الغنوشي هو على سبيل الفضل. شو معنى على سبيل الفضل؟ هو منزل فخمة في جهة فخمة في النحلي. هذايا صرح به سيد راشد الغنوشي في الأملاك نتاعو. لو كان نطلبوا الأملاك نتاعو باش نلقاو المنزل اللي خرج وقت اللي خرج من تونس في حمل لنف ولا باش نلقاو المنزل الفخم في منطقة النحلي؟ انا هو عنده دار قبل في بن عروس وعنده قصه معروفه الدار هذيك مشكون غار عليها في وقت من الاوقات واستحفظ عليها معناها يعني واستعملها الى اخره معناها حاليا نعرفوا احنا داره لكن انا ما عرفش الوضعيه نتاع الدار هذيك هي ملك هي كراه هي معناها على وجه الفضل ولا كذا انا ما نعرفش سي رفيق يعرف اكثر مني لانه هو اقرب للعائله فهمتني معناها اما شنو معناها لكن الدار نقول لك لا هي قصر ولا هي معناها يعني حاجه اعجوبه الدنيا هي معناها منزل عادي في الحي ذاك تعتبر منزل عادي من غير ما نحددوا فين بالضبط في والناس الناس اللي تسولها يعرفوا أنا هي منزل عادي زي العاجل ما جابش نعرفوا عادي ومش عادي خاطر السور نتاعو ياسر عالي ربما لاسباب تاع سيكيورتي امنيه كل حال انا نقول عادي السور عالي ياسر في النورم في النورم نتاع الحي ذاك يعني كيما بجنبها كيما بجنبها على اليمين وكل جنبها على اليسار وكيما مقابلتها وكيما اللي وراها يعني تقريبا جبتوا الديار عندي سؤال كان تسمح كان عندك الإجابة سي العجب حسب سي رفيق عبد السلام هو ما يملك المنزل في النحلي هذا اللي قاله سي رفيق عبد السلام وقت اللي مدام يمين الزغلامي قالت المنزل اللي هو عايش فيه في النحلي هو هيبة أو على سبيل الفضل على سبيل الفضل على وجه الفضل ولا على سبيل الفضل يعني هدية من أحد أنصار الحركة وأنه ما يملك كان المنزل اللي في نسيتها بن عروس الأخرى اللي في بن عروس فوالا دونك أون فان كونت منزل هذا نتاع النحلي فينالمون نتاعو والا هبه على وجه الفضل. شوف انا الان الحاجه نقولها لك على ما نعرف ابناء النهضه وانصار النهضه لو كان جاء حاجته هو بالقصور ولا بالديار ولا كذا لو كان جاء او محتاج لو كان جاء محتاج فهمتني معنا باشاره معنا ابناء الحركه يوفروا له كل ما يستحق. خندورك خليه يجاوب يجاوبني لا 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 نجاوب نحب نقول لك الساعه اللي راهو معناها ابناء النهضه مش باش يحيروا لو فرضنا جاء هو محتاج الى منزل وهو رئيس حركه ومتفرغ الحركه باش يوفروا له مسكن لو تسمح سي العجمي جوست السؤال شنو عندنا منزل في النحلي ناس تقول راهو نتاعو من نسيبه يقول راهو نتاعو والسيده يمينه اللي هي ناشطه في النهضه ونايبه عندها تقول راهو خذاه على وجه الفضل المنزل هذا اسكو نتاعو والا كادو. شوف انا ما نعرفش الجانب هذا اللي نعرف فهمت معناها الدار اللي كي نمشيو نزوروا فيها كل شيء قلت لك هو منزل يعتبر عادي دون لي نور تاع الحي اليوم موجود في الكيمة كيما بجنبه منه